ثلاث سنوات مرت على تفجير أحد الانتحاريين لنفسه بالقرب من حاجز تابع للجيش اللبناني عند مستديرة الطيونة، وهو ما أدى إلى استشهاد المفتش أول عبد الكريم حدرج بعدما وقف في وجهه مانعا وصوله إلى مقهى عساف، حيث كان هناك أكثر من 50 شخص يتابعون مباراة لكرة القدم. فضل حدرج والد الشهيد يروي لنا كيف تلقى الخبر وما الدافع للتفجيرات التي تقوم بها داعش. بصراحة كنت أنا وزميل لإلي بالمنطقة، وعبودي كان بعيد عن مكان الانفجار، فوقت اللي حدث الانفجار حدث تحت بيتي اللي أنا ساكن فيه. شيء من جوا صدقا يعني خلاني روح باتجاه عبودي. محمد دقدوق واحد من الذين نجوا من التفجير يؤكد أن الهدف الوحيد لعمليات داعش الانتحارية هو قتل الفرح. بطبيعة الحال التفجير، أي تفجير هدفه قتل الفرح، قتل الناس، الإرهاب. ليك قلت لك إرادة الحياة وعزيمة الحياة موجودة عندنا. لا ما حقلك متمنى استشهد، أوكي لو استشهدت كان شيء حلو، شهادة بالنهاية شرف. يمكن أنا إذا بتمنى استشهد بمواجهة بجبهة، مش بتفجير ضعيف إرهابي. لا بتمنى كنت الحمد لله أني ما استشهدت وكملنا حياتنا لنوصل للإرهابي ولكل اللي عم بيحاولوا يقتلونا أنه إرادتنا قوية وعزيمتنا قوية ونحن باقيين ومستمرين وما في شيء بيرعبنا وما في شيء بيوقفنا. إذن وفي مواجهة مشروع الموت التي تزرعه داعش، يبقى حب الحياة سلاح المواجهة الأقوى في نظر الكثيرين.